حركة واستعدادات في الكواليس وحضور ملأ قاعة المسرح، حيث الكل بانتظار انطلاق مسرحية النجم العربي الصغير، مسرحية باللغة العربية الفصحى. لقد أضاءت حياتنا أنا وأبيك ونحن فخوران بك كثيرا. النجم العربي الصغير هي مسرحية للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة. أكيد هي مسرحية بأول شيء هي لدعم اللغة العربية الفصحى، لأنه هي باللغة العربية الفصحى. بهاي المسرحية عم نوجههم لا، إنه هيدي لغتك، هي مثل تراثك، مثل وطنك، مثل عالمك، بدك تحافظ عليها وتهتم فيها يعني. بس فيك أهداف ثانوية فيها، الولد ما لازم يتصرف بأنانية، يحبوا العمل الجماعي، دائما يحبوا المشاركة. ولما أن لغتنا الأم هي العربية، سيتم تتويج التلميذ الأفضل. مسرح الطفل اليوم بيفتقد للإنتاج الجيد، يعني بتلاحظي كل أعمال الأطفال بتحسي المستوى اللي عم يتقدم، يمكن الديكار مثلا بسيط لأنه بدهم يبرموا فيها بالمدارس أو شيء، الأزياء كمان كتير بسيطة متواضعة، علما أنه الطفل عنده ذكاء وعنده مخيلة كتير كبيرة، بنقدر نغوص معه ونبدع بأفكارنا لأنه بيستاهل نقدم له شيء فيه هالقد إبداع. دائما الفن هو رسالة، ونحن هيدا الرسالة اللي متمسكين فيها، ان كان من الفن كمسرح، سينما، تلفزيون، الغناء، الرقص، كله هيدا هو اللي بعد بيبعث فينا الامل والفرح والسلام رغم الاجواء اللي عم نعيشها يعني والصراعات، فبتحسي هو بعد الوحيد اللي هيك فيه بصيص امل، لولا الفن يعني ما بعرف كيف بتكون حياتنا. سيداتي سادتي، يشرفنا ويسعدنا ان نقدم لكم بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم أغنية عربية جديدة جميلة جدا ستؤديها لكم فرقة نجمة للفنون. النجم العربي الصغير خطوة فنية توعوية محببة تنشر الفرح وتشجع الصغار على التمسك والتواصل باللغة العربية الأم. من غرزوزي اليوم على الحرة بيروت.